انت مؤمن بالله؟ ايوه مؤمن بالله. عارف ان في جنة؟ عارف ان في جنة. عارف ان في نار؟ عارف ان في نار. امال ما بتصليش ليه؟ مش خايف من عذاب الله يعني؟ طب ده هو التبرير. ان كنت ترى نفسك بطلا فاتحداك ان تضع اصبعك عليه لثلاثين ثانية. مش هقول لك دقيقة، ثلاثين ثانية بس، غط ايدك على هذا الأمر. مش هتستطيع، لما انت ما تقدرش على اضعف ما يكون من النار، ونار القيامة اشد من نار الدنيا بسبعين درجة، بسبعين جزء. امال انت مالك في ايه؟ مش بتصلي ليه طالما انت خايف من عذاب الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء غي هو واد ومكان في جهنم لو وضعت فيه الجبال لذابت. والله أنت لا تقدر على ظلمة القبر، ولا تقدر على عذاب جهنم، ولا تقدر على هول الصراط. ده انت لو عشت طول حياتك ملك منعم وغمست غمسة واحدة في النار تنسى نعيم الدنيا كله بهذه الغمسة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. أهل النار يقولون إلى خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الملائكة يقولون لهم ايه؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سمعت المنادي وهو يناديك: حي على الصلاة، وأنت متغاضب، ومرات يناديك: حي على الفلاح، وأنت مش في دماغك. ستسأل يوم القيامة عن كل أذان وإقامة تركتها. بالله عليك، ماذا رأيت من الله حتى تكره لقاء؟ تكره لقاء ربنا سبحانه وتعالى كده؟ ربنا عمل لك ايه وحش عشان تكره انك تقابل ربنا في الصلاة؟ لماذا تكره لقاء الله؟ كنت فقيرا فأغناك، وكنت مريضا فشفاك، وكنت مبتلى فعافاك، وكنت ضعيفا فقواك. يوم خذلك الناس كان هو من آواك، يوم خذلك الناس كان هو من آواك، يوم أسقطك الناس كان هو من نجاك، يوم منعك الناس كان هو من أعطاك. لماذا تكره لقاء الله؟ سأل نفسك هذا السؤال: ماذا رأيت من الله حتى تكره لقاءه؟ ماذا رأيت من الله حتى تكره لقاءه؟